كل واحد من الجمهورين، انا متاكد الحقيقه من جمهور النادي الاهلي ان هو لن يتعرض او مش هيروح لاي استفزازات ولا هيعمل اي حاجه تخص نادي الزمالك. خلينا في فريقنا، خلينا ان احنا نشجع فريقنا، خلينا ان احنا نقف ورا فريقنا، خلينا ان احنا نشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. زي ما حضراتكم شايفين، ده بالنسبه لي اللقطه اللي انا شفتها كابتن شيكابالا بيعمل او بيسلم على كابتن سامي قمصان، على الرغم من الاخطاء اللي عملها شيكابالا في الماضي، ولكن في النهايه اللقطه دي لقطه مهمه جدا جدا جدا، لانه هي دي الروح اللي احنا نتمنى ان تسود خلال الفتره اللي جايه. من اخطا فقد تم عقابه، حتى لو كان العقاب اقل من المتوقع، ولكن